رانديفو مع الفن التشكيلي ومعرض جديد للفنانة لوسي بوشوغليان. صباح الخير. عندك اسم فني حضرتك اللي هو أرديف. نعم. أرديف بيان شي باللغة الأرمنية. أكيد. أرديف يعني نسر. نعم. ليه غيرت اسمي؟ لأنه لوسي مين ما كان بيسمي لوسي الأرمن الأجانب، بس أرديف معروف هذا الاسم، اسم أرمني يعني إيجل بالأرمني، واسم أرمني. وحتى كمان المعرض اليوم يلي افتتح امبارح بأوتيل جراي كمان الموضوع تبعه موضوع أرمني بحت، وهو عن المعاناة يلي يعانيها الشعب الأرمني. سميت حتى المعرض بهالاسم نيشن إنديورانس، لأنه شعب الأرمني يعني له 100 سنة من بعد الإبادة تهجر وتعذب وهي الإبادة بحد ذاتها يعني أكيد. هالفاجعة التاريخية بتكفي لحتى تعذب الكل أرمني موجود على الأرض. اليوم اخترت هالموضوع لأنه الذكرى هي ب 24 نيسان، الذكرى المئوية للإبادة. وانا بعتبر هيدي ذكرى حلوه، بشعه وحلوه بذات الوقت، لانه بعد 100 سنه نحن بعدنا موجودين، يعني نحن عم نكافح، عم ندافع عن قضيه اجدادنا اللي تهجروا وتعذبوا، وبعتبر حالنا انه نحن ربحانين لو بعد ما في شيء، يعني ما ربحنا القضيه 100%. صح. بس بعد والجيل الجديد اللي حتى اللي جاي من بعدي بعده مكمل بالقضيه، لنرجع نسترجع كل الاراضي المحتله ونرجع نوصل لغايتنا ولهدفنا. وربحتوا دعم الراي العام العالمي كمان. أكيد. يلي الكل مساندكم والكل واقف حدكم. اكيد. وشكر كبير اكيد للدوله اللي اللبنانية اللي استضافوا أجدادنا وقتها تهجروا. يعني مع مواهب من هالنوع بنتشرف أنه تكونوا موجودين بيناتنا. عم نشوف البعض أو بعض الصور من افتتاح مبارح. نعم. شو بدك تعطينا هيك شوية تفاصيل عن الافتتاح كيف كان؟ هو سفير أرمينيا هو افتتح، مستر أسود كوتشاريان هو افتتح المعرض. أكيد كان في معالي الوزير أوغاسابيان كمان اجى على المعرض، ومستر جانجانيان كمان، فكان في كثير اشخاص دعموني بهالمعرض وكانوا موجودين امبارح. نعم. وكيف كانوا المواضيع او الالوان يلي استعملت، الافكار يلي كانت موجوده باللوحات، كيف بتختاري لوحاتك لتعملي معرض؟ هلا انا بكل معارضي وبفني معروفه بالواني، الالوان الطاغيه الاحمر البرتقالي الاورانج، كل هالالوان الفرحه، يعني حتى اذا بدي حد موضوع لوحة فيه زعل كمان بعبر عن رأيي بألوان فرحة. ليه؟ هيك طب هيك طبعي، هيك بحب هالألوان، يعني ما بحب يعني ما بحب ركز على الأسود والرمادي. نعم. شو بتصنفي أرديف لوحاتك أو النوع أو التيار يلي بترسمي حضرتك، هل هو مزيج أو فايتي بخط معين بالرسم؟ المودرن، هو المودرن. نعم. المودرن وفي افكار هيك أكيد. شوي غامضه ابستراكت، مش غامضه، عاده انا للكل بفسر اللوحه اكيد. نعم. هلا هو كل واحد هو من بعد ما فسر له موضوع اللوحه هو بيرجع هو بكون فكره لوحده او بيقتنع بالفكره اللي انا حطيتها بهاللوحه. وكل لوحه اكيد فيها قصه، وعاده كل لوحات بيحكوا عن الكفاح وعن النضال والوصول، يعني إلا وما نوصل، لأنه أنا بآمن أنه إذا الإنسان كافح مشان هدفه إلا وما يوصل. نعم. ويحقق أحلامه. هل كان في شخصيات معينة موجودة باللوحات السنة؟ أو بس هيك أفكار أكثر؟ أفكار، وفي كمان أفكار عن الإبادة الأرمنية، عملت لوحات عن التهجير. دريم ان ذا ديزرت مثلا، هيدي اللوحه هديتها للاباده، لانه وقت اللي تهجروا اجدادي من ارمينيا في كثير اشخاص ماتوا بالصحراء، بصحراء دير الزور، فدريم ان ذا ديزرت هي انه عم بيحلموا كانوا يوصلوا على منبر الحريه، منبر الامان، بس في كثار ضاعوا وماتوا.
كيف بس بلشت الرسم؟ أي متى بلشت معك هالموهبة؟ هلا من أنا وصغيرة ربنا عطاني هالهبة، يعني هالهدية فينا نسميها هالموهبة، وأكيد الواحد مع الوقت بحس حاله أنه هو بينتمي لأي مدرسة لأي ستايل وبيرجع بيكمل. كنت تعلمتي أو خلص اكتفيتي بيلي بتعرفيه؟ لا أكيد تعلمت هون بلبنان ورجعت تدربت بألفورفيل، عملت 6 أشهر مع فنان أرمني روسي بالكالور ميكسينج وهالأشياء. بالكالور ميكسينج وقد ايه الشغلة مهمة بعالم؟ كتير مهمة. وكل النقاد بيعطوني يعني بينبسطوا من من ألواني، يعني بيقولوا أنه عن جد في كالور ميكسينج مش رهيب، يعني بمزج الألوان بطريقة كتير حلوة وعطول يعني ودغري من القطع، يعني دغري العين بتقدر تشوف هاللون يلي بيبين على سريع وبيشعر فيه الإنسان. شو الشعور يلي بتحب يكون عنده إياه الشخص يلي عم بيشوف لوحتك؟ شعور أول شيء لازم يحب الألوان ولازم يحب الموضوع، وكل يوم شرط أساسي يشوف شيء جديد باللوحة. لأنه إذا كل يوم ما شاف شيء جديد فيها بده يزهق منها. نعم. والمواد اللي عم ترسمي فيها حاليا؟ أنا على طول بحب استعمل الأويل، لأنه الأويل غني فيه جمال مش طبيعي وبيعطي رونق وقيمة للوحة يعني أكثر من الأكريليك والميكس ميديا. ما بعرف، أنا بحب الأويل مع أنه كتير فنانين ما بحبه لأنه شوي بيعذب شغله، بس أنا مغرومة بريحة الأويل. حلو. المعرض لأيمتى مكمل؟ المعرض ل9 نيسان مكمل. نعم، نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق وتحية كتير كبيرة لكل الشعب الأرمني. أهلا وسهلا فيك أرديف أو لوسي بوشوغليان لنكون دقيقين أكثر. أهلا فيك. شكرا. بريك مشاهدينا ومن بعد تاني محطة لواتس أون أم تي في، تابعونا.